مدرسة الشيخ عبد الرحمن شيبان بولاية برج بوعرريج أول مدرسة ابتدائية تؤسسها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذه الثمرة التعليمية تأتي ضمن مشروع كبير متمثل في مجمع ثقافي تربوي هدفه مرافقة النشء ومواكبة العصر الحديث. هذه المحطة تتمثل في فتح أول مؤسسة من مؤسسات المجمع التربوي الثقافي التابع لجمعية علماء المسلمين الجزائريين مكتب ولاية برج بوعرريج. نظراً لضخامة البرنامج التعليمي في المؤسسات الرسمية، وبالتالي جاءت الفكرة في إنشاء مجمع ثقافي تربوي يحتوي على عدة مؤسسات تربوية ثقافية، أهمها الوحيد أو هدفها الأكبر هو كيفية مرافقة النشء حتى يصبح له تكوين شخصية متميزة تستطيع أن تواكب العصر لكنها محترمة لمبادئها الأصلية وعلى رأسها الإسلام واللغة العربية ووفية لوطنها وطن الجزائر. تحتوي المدرسة على عدة مرافق من بينها 13 حجرة للتدريس وأربع مخابر وقاعة للأنشطة المختلفة التي تقيمها المدرسة بالإضافة إلى مطعم وساحة كبيرة. التلاميذ وجدوا مدرسة مفتوحة بجميع هياكلها. المدرسة تتوفر على 13 حجرة للدراسة، تتوفر أيضا على مخابر، أربعة مخابر، قاعة للأنشطة المختلفة طبعا، وساحة واسعة، وأيضا مطعم يوفر إطعاما نوعيا لتلاميذنا. يشرف على تسيير المدرسة طاقم إداري فتي من مؤطرين وأساتذة ذو كفاءات في مختلف المجالات التعليمية مع مواكبة برامج وزارة التعليم والتربية مثل كل المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى برنامج تكميلي يقدم خارج فترات التدريس الأساسية. طبعا يشرف على تسيير المدرسة مجلس إدارة أو مجلس مديرين مكون من سيد مدير مدرسة ومدير التربية والتعليم وأيضا مسؤول الإدارة والوسائل. هذه الإدارة الفتية، هذه الإدارة بذلت مجهودات بالتنسيق مع هيئة الإشراف لتوفير التمدرس العادي لتلاميذ مدرسة عبد الرحمن شيبان. المدرسة تطبق البرنامج الرسمي لوزارة التربية الوطنية في التوقيت الرسمي المحدد، كما تفعل كل المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى برنامج تكميلي أيضا متميز. هذا البرنامج يقدم في توقيت خارج توقيته الرسمي لبرنامج وزارة التربية الوطنية. يتمثل هذا البرنامج في تعليم القرآن، في تعليم اللغات أو دعم اللغات، وأيضا جانب ترفيهي يتمثل في الأنشطة المختلفة من مسرح وموسيقى وأشغال يدوية. يتلقى التلميذ الدارس في مدرسة الشيخ عبد الرحمن شيبان الخاصة أولى المبادئ العامة المستخلصة من ديننا الحنيف، فتجد الأساتذة المؤطرين يحرصون على جانب التربية قبل التعليم من أجل إعداد جيل فاعل ومبدع متمسك بهويته الوطنية والدينية. لأن التربية في وطننا تراجعت كثيراً وتعاني معاناة كبيرة، والمهمة الأولى لهذه المدرسة هي إعادة القيمة الحقيقية للتربية. ولذا ارتأى مؤسس هذه المدرسة المباركة
تسميتها بمؤسسة التربية والتعليم عبد الرحمن شيبان. طبعا التربية أولا وثانيا وثالثا ثم التعليم. وقصد بث الفاعلية داخل المدرسة يعمل الطاقم المشرف عليها إلى إنشاء النوادي العلمية في مختلف الأنشطة يشارك فيها مختلف التلاميذ الدارسون هناك. ونوادي مختلفة سيتم إنشاؤها بعد استقرار الدراسة، استقرار الوضعية الدراسية للتلاميذ. سينشأ نوادي للأطفال، نادي العلمي، نادي الأخضر، نادي أصدقاء البيئة، نادي الرسم والأشغال إلى آخره من النوادي والنوادي الرياضية. ستشارك المدرسة طبعا في كل المسابقات العلمية والثقافية التي تنظمها مديرية التربية للولاية. خدمات راقية وتجهيزات في مستوى التطلعات تجعل التلميذ يحبذ الدراسة ويسعى لتحصيل جيد، وهي الحلقة المفقودة في المدارس العمومية التي أرهقها الاكتظاظ وغابت فيها النوعية، لتبقى مدرسة الشيخ عبد الرحمن شيبان الخاصة نموذجا حيا يساهم في بناء جيل واع ومثقف يعول عليه كثيرا في دخول كبرى المجالات الضرورية في المجتمع.